ايش رايكم؟ كيف شايفين الاجواء والمناظر هذه؟ يا ساتر يا ساتر، شيء رهيب بصراحه. امانه ما توقعت العرض بالشكل هذا. يعني انا توقعت الاجواء لطيفه فيها شويه بروده بحكم ان جازان مدينه مثلا غير مرتفعه، ما شاء الله، جبليه، لكن الدنيا خضار جدا ما شاء الله. تكاد تشوف التقرير كامل اخضر ما شاء الله تبارك الرحمن. لا وزي ما نقول يعني جنة الله برضه ما شاء الله تبارك الرحمن. انا الصراحه احسدكم وارجع واقول الزياره لازم يا اسامه، لازم نزور ونشوف على الطبيعه ما شاء الله. انا اشوف ما شاء الله تبارك الله، معروف جازان منطقه هاديه شوي من ناحيه الجو، بالنسبه للامطار مستمره معها ما شاء الله تبارك الله. في الصيف صح تكون حاره، لكن ما شاء الله تبارك الله الامطار مستمره، وهذا اللي يميزها ما شاء الله. تدري يعني بصدمكم معلومه، العارضه فيها بحيره اللي هي يسمونها بحيره السد، حتى عندنا من قوه ما هي جميله تلقب باسطنبول ما شاء الله. وعندنا فيها جبال وفي سهل وفي ساحل وفي وديان، يعني تكاد تكون محافظة شاملة لكل شيء ما شاء الله. وتخيل أنت منظر المطر هو ينزل من فوق الجبل لحد ما ينزل على السهل، السهل أخضر وجبل أخضر، تطلع جبل مبارد اللي بعده والسهل معتدل الجو. طبعا هذه الأيام بالنسبة لنا إحنا في جازان بشكل عام، العارضة بشكل خاص هي أيام عرس ما شاء الله. هذه الفترة تقريبا شهر 2 أو 3 إلين 6، هذه الفترة فترة مطرية، فترة معتدلة بالأجواء، أجواء جدا جدا رهيبة. لذلك أنا أنصح أي أحد بيجي يجي في هذه الفترة. حلو مرة. طيب مرة في سؤال أمطار ما شاء الله تبارك الله، الجبال موجودة ما في خطورة؟ خطورة من أي ناحية؟ تعرف واحد ممكن سيارة تروح مشكلة مع جبل سبب سقوط، انزلاقات سيارات، انزلاقات أشخاص في الجبل، مو شرط سيارات. يعني البعض يتوقع انه بانه جبل في خطر، والله العظيم جهود الله يحفظ اول شيء حكومتنا الرشيده بالمؤسسات والجهات اللي قاعده تعمل، تكاد تشعر بانك مو طالع جبل. يعني خط اسفلت على مسارين وسيع جدا، تقريبا 8 متر، انت متخيل انه خط بجبل 8 متر، يعني شاقين الجبال ومطلعين منها خطوط. اسامه استطرادا، إذا ما خاب ذاكرتي أنه يحيى رياني زميلنا اللي كان معنا في الحلفاء من العارضة. نعم صحيح، نعم من العارضة، لأن قاعد أشوفه يصور كثير بالعارضة، وكان يعني تضايق في ذاك الأيام لما بعد عن العارضة وأخذ فترة، قال يا أخي اشتقت العارضة. فعلا أنا اليوم عرفت يحيى ليش كان مشتاق العارضة. شوف هذه العارضة وجيزان كلها بشكل عام، اللي يطلع منها في هذه الفترة بالنسبة له كأنه يعني إحنا نسميه عزاء، عزاء إن لما تطلع من جزام هذا فترة أنت في مرحلة عزاء، أحسن الله، ترجع أنت في مرحلة عزاء، أحسن الله عزاء.